من سنتين ثلاثة كده كنت أكتر حاجة بكرهها في حياتي الأجلي فوتبول، بس لما كبرت شوية بدأت أحس إن الأجلي فوتبول مهمة في الماتشات اللي أنت هتكون صعبة عليك إنك تفكر إنك تمسك الكرة وتعمل جيم هجومي. وبصراحة كنت متوقع جدا إن بالماضي يلعب أجلي فوتبول قدام المنتخب الكاميروني بعد ما شفت القائمة وبعد ما شفت إن هو مش جايب صناع ألعاب. حبيت انا الفكره دي. ليه؟ مفيش اي مشكله انك تلعب اجلي فوتبول وتلعب كوره مش ممتعه بالنسبه للجمهور، بس تعرف تعمل بيها نتيجه، بس الجمهور هيحب ايه؟ تساله بعد ماتش الكاميرون عملت ايه؟ يقول لك كسبت 1-0 وضيعت كمان انفراد عن طريق سليماني، يعني انا كده رحت للجون وسجلت وطلعت كلين شيت، بس انما جوه الملعب بقى مش مهم تخسر ارقام، استحواذ، يتشاط عليك كور اكتر، الحارس بتاعك اتالق، خط الدفاع بتاعك اتالق، مش مهم، المهم ايه؟ ان انا العب اجلي فوتبول محترم ومفيش فرص كتيره تيجي على مرمايا، وده اللي بالماضي عمله 3 4 2 1. لو انت مش متابع الاجلي فوتبول في اوروبا ماشيه ازاي، فعايز اقول لك ان توماس توخل خد بيها دوري ابطال. توماس توخل خد دوري ابطال بال 3 4 2 1 اللي كان بتقلب في الحاله الدفاعيه ل 5 3 2، بالماضي بقى بيقلبها 5 4 1، مفيش اي مشكله خالص، انا اقلبها 5 4 1. بلالي النهارده قدم مباراه عظيمه جدا، رياض محرز ما كانش في الفورمه بس بلايلي قدم مباراه عظيمه جدا جدا بجانب سليماني. انا بقالي شهر في القناه دي بقول سليماني ان شاء الله هو اللي يعملها، ان شاء الله سليماني اللي هيخلص، وعملها سليماني وهو اللي خلص. وبالماضي برضه اشتغل على حته الكرات الثابته دي، لان الراجل كان عنده فكره على منتخب الكاميرون ان منتخب الكاميرون عنده ضعف في الكرة الثابته، فالراجل اشتغل عليها والراجل النهارده سجل منها، اللي هو بالماضي عمل جيم تكتيكي 10 على 10، جيم تكتيكي جميل جدا من على الخط. مش مهم تلعب كرة جميله، مش مهم بتقدم كرة من رجل لرجل عامله ازاي، مش مهم الكلام ده، المهم انك جوه الملعب الفريق واقف كويس جوه الملعب والفريق فيه ثقه جوه الملعب. بدران ولعيب زي جمال بالعمري وعيسى مندي كانوا عاطين طول للخط الدفاع، مفيش مشكله ولعبت بثلاثه، مش جريمه، ما فيهاش اي حاجه خالص. بالناصر ورامز زاروكي كانوا عاملين خطاء كويس جدا لخط الدفاع اللي هو كان عنده ثقه اساسا. عبد الرحمن بن سبعيني محتاج ان هو يلاقي حد يعمل وراه الوجبات الدفاعيه، ومحتاج حد يقفل المساحات اللي هو هيسيبها لو حب يعمل وجبات هجوميه. الناحيه الثانيه اعتقد ان البدايه بحسين بن عياده كان خيار محترم، اللي هو بص انا بن عياده مش هيعمل وجبات هجوميه، لا هو ولا عبد القادر بدران، هم هيقفوا قصاد ايكامبي وفنزي طبقر. لان انا لو وقفت كامبي وفنسنت طباقة خلاص الكاميرا لو سبت لها الكوره 90 دقيقه ولا هيعملوا بيها اي حاجه. وبصراحه دي فكره برضو محترمه، انك واقعي جدا، انت مش جاي يا باشا تعمل جيم هجومي وتفرح الناس ان انا اروح امسك كوره في قلب الكاميرون في قلب ملعب جابوما، لا الكلام ده حلو جدا ولذيذ بره الملعب، انما جوه الملعب الموضوع مش سهل تماما، الاجواء صعبه، في جمهور سخن طول الوقت، في حكم انت مش ضامنه، الحكم اللي عطى 11 دقيقه وقت بلطجيه ده اللي هو تمام يا عمي، في مشكله تقنيه حصلت، الاضواء اتقفلت، مفيش مشكله بتحصل في ملاعب كتير، بس 11 دقيقه من المفتريه كتير قوي. 11 دقيقه انت بتعمل ايه يا 11 دقيقه دي كتير قوي، موضوع ال 11 دقيقه ده. الشوط الثاني بالنسبه للمنتخب الجزائري كان الموضوع اجلي فوتبول واضح، مش هنعمل وجبات هجوميه كتير، احنا واقفين نحافظ على الهدف اللي احنا جبناه. يا حسيت بريحه كره شمال افريقيا القديمه دي، اللي هي على قد ما نقدر نحاول نضيع وقت وعلى قد ما نقدر هنحاول ان احنا ننرفزك وعلى قد ما نقدر نحاول ان احنا نطلع بالجيم، اللي هو يا اخي الحمد لله على السلامه بقى يا اخي الحمد لله. حسيت بريحه ماتش السنغال كده، اللي هو في حاجات بتكون ممتعه حتى لو مفيش كوره جميله بتتقدم جوه المباراه، حاجات ممتعه انك موقف الفرقه صح، الفرقه ما عليهاش خطوره كبيره، كان في كور بيبقى فيها شبه خطوره، بس للامانه ما كانش في كور فرص محققه للتسجيل بالنسبه للمنتخب الكاميروني. حصلت اصابه لعبد القادر بدران وغير رامز زاروكي وغير اسماعيل بن ناصر في النهايه، للاسف الشديد بن ناصر هيغيب على مباراه العوده لانه خد انذار، وبكده اسماعيل بن ناصر مش هيكون موجود مباراه العوده. مهدي طهرات نزل مكان عبد القادر بدران في الدقيقه 89، عدلان جديوره مكان اسماعيل بن ناصر ونقول له الحمد لله على السلامه يا دبابه، سفيان بن دبكه مكان رامز زاروكي، بتعمل تغيير للاثنين في نص الملعب. حسيت بريحه توماس توخيل جورجي وكانتي، اللي هو نوستالجيا والله جميله بصراحه. سفيان فيغولي نزل مكان رياض محرز، وفيغولي نزل مكان رياض يلعب جناح، لو احنا مكملين برضو بال 3 4 2 1 هنقفل بيها زي ما بدينا بيها. و اسحاق بالفضيل مكان اسلام سليماني في الدقيقه 76، وبصراحه سليمان انا هفضل اقول لك دايما عاش الله يبارك لك والله انصفتني في القناه دي، قاعد اقول سليمان وسليماني وبغداد سليمان وبغداد، بغداد ما كانش موجود سليماني كان موجود.
مش مهم انك تقدم مباراه جميله عشان تعرف تستمتع بالاداء اللي انت شفته من منتخب بلدك، المهم اهم حاجه ايه؟ انك تعرف تصعد وانك تعرف تحقق نتيجه ايجابيه لا اكثر ولا اقل. وعمالين نقول يا جماعه ماتش الكاميرون صعب، ماتش الكاميرون صعب، ماتش الكاميرون صعب، سيبك من الكلام بتاع ان احنا هنروح نمسك كوره ونبهدل ايتو ويلا يا ولاد الجزمه احنا جايين هنا نحط عليكم، مش مهم الكلام ده، المهم ايه؟ النتيجه المحصله النهائيه، نتيجه المباراه 1-0 للمنتخب الجزائري، الجزائر اقرب خطوتين ثلاثه للوصول لكاس العالم على المنتخب الكاميروني. بس انت خدت المباراه اللي انت عايزه لا اكثر ولا اقل من كده. 1,000,000 مبروك للمنتخب الجزائري، ان شاء الله باذن الله نحتفل كلنا بصعود المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي والمنتخب المغربي، وندعي كلنا منتخب مصر ربنا ينتعنا بالسلامه ضد اسد الترنج ابن الجزمه اللي مش ناوي يجيبها لبره ده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فهذا رايك.